أكون لاعبا سوف أكون عسكري، هذا الطموح يعني. أبغى تقول زي ما كنت تقول. بغض النظر يعني والدي عماني كلهم عساكر، رغم كذا يعني أنا ممكن كملت كفاءة بعد خشيت معهد، كنت اتجاهي مكان ثاني، لكن الشيء يعني المتاح وزي كذا عندنا في عوايلنا ومثلا أقاربنا دائما عسكري، لكن الحمد لله على كل حال وابد احنا في خدمة الوطن في كل شيء. الأمور طيبة ولكن في أشياء في بالي هي مستقبلا قاعد أشتغل عليها حاليا، راح أكمل في مجال إن شاء الله يخصني أنا كلاعب. حاليا إذا وقفت كورة عاد لكل حادث حديث، في شيء محدد بس ما ينفع الهوى الصراحة الأمانة. إيه نعم. لا الحمد لله.